دي موجود؟ ايوه يا فندم جوه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ بدر. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. شكرا. اخبارنا ايه يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسه وافقت تسلمنا كل الاملاك من النهارده لو حبينا. مستني ايه؟ ولا حاجه يا فندم، هبدا حالا في اجراءات الاستلام. طب اعمل لك همه شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضل له في العمر قد ايه؟ على رأي المثل رجل بره ورجل جوه. اللي تشوفه سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبالنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعه كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم. استاذن انا. ما شربتش قهوه لسه؟ ولا اقول لك بلاش احسن. يمكن تعمل لك حموضه في مهنتك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامه. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. تفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. طبعا طبعا. طبعا ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر، وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه صغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحه سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه؟ من عين المحمودية مركز البحيرة. عاوز حاجة؟ أنا شعبان قريبه من المحمودية مركز البحيرة بجوار الإسكندرية. يا حنن. يا حنن يا جدع أنت؟ شايفني بقولك لله؟ بقولك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد، خليه يخش. هو خاس علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ ابو الغطريف؟ ابو الغطريف بيه؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيه. والله يا ابو الغطريف بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انما اقول يا ابو الغطريف حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده. انا يالك بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه. من ساعه ما كنت جيت ادي في مكتب التنسيق قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حكمان يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي. مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وايه بقى يا شعبان؟ نعم. قلت لك احنا متشكرين.
وانا بقول لك العفو. فانا بيه ده بيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي؟ تعيش ونجملك. طيب طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم اه يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بنيل. وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضه يهمنا راحة البيه. ما نلزمش أي حاجة من البلد يا أبو الغطريفي بيه. متشكرين يا أخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إنما الشربات ده على الريحة ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. أعذره يا سعادة البيه. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجة. وجع لنا دماغنا. على فكرة يا جماعة، أنا لازم أتغدى. معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ أيوه، وأنا على فكرة برضو باكل مسلوق، والدكتور مناف عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحة يا سعادة البيت. وفي هنا مطعم قريب أوي من الفيلا، إنما رخيص أوي. عارفين يا عمي. مع السلامة. على فكرة، ما تنسوش قول لهم في البلد إن أنا جاي قريب، علشان يبقوا ينضفوا لي البيت. حاضر يا سعادة، حاضر. مع السلامة. نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتمشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم ابوي. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا في ديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه، طب بس اروح ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع وربع، قال يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخوي، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. اه؟ ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقولها يا عم. لا اله الا الله. أنا عندي فكرة إنك زميل زينب في الشغل. في الإصلاح الزراعي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول إيه يا عم؟ أنا أصل حضرت قبل كده مياتم وأفراح وطهور، إنما أول مرة أحضر خطوبة وما أعرفش هما بيقولوا إيه. قول أي حاجة يا ابني. هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شطانك انت كمان يا عمي.
عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقول محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لها عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا، انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه، جه ابويا مات وامي ماتت بعديه، الراجل صاحب البيت طلع ناد، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني، بس انا دلوقتي قاعد في اوضه انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي شقتك كان مطرح يا عمي. يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. الله، ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظ انا؟ دي احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصاله. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجوز. اهو ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب انا اعمل ايه؟ اضل واد حكمته ده اللي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه يا اخويا. بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان، انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه بس بعد سن المعاش. حلوه، يبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا قضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول، من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة، على السلامة. اهلا 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 يا سعد البيه. اهلا يا سعد البيه، ده ايه النور ده كله يا سعد البيه؟ اهلا اهلا بيك. اهلا اهلا. هتستغلوني ولا ايه؟ ورايا ورايا في كل حتة. واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البير. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. روح ازرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، ارقم، ملوخية، شوية بامية، مش طولي نظر وشهم. معاك حق فعلا يا سعادة البير، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة.
وأرجو أن تكون بخير. وبعد زف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا، وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بينك كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. ليك خمس تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا سيدي؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوة حلوة، بلاش بلاش. ده مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها، لقيتها زيادة، لقيت الحل، هجيب الشقة بس في عبد عبد جاه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني لحسن من ساعة انت ما كنت مخصماني واني ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغالي قوي ده؟ ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجة، مالكيش دعوة انت، بس انا هصرف معاه، ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفة الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهاردة، هجيلك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. أنا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني أصل أنا زي ما تقول كده يا أبو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني أصلي أنا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي أقعد يا بيه؟ أنا زي ما تقول كده عايش شقة. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه، وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلي، ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحاته ايه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي، ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح. ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى زيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره في ايه؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريف على اذنك. اتفضل. شعبان افندم، انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟
سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حدفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا، محتاجة قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا، خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى تمشي، امشي. مع السلامة. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. انا عارفة انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانوية عامة، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ته، ده كفاية الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نفش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصرم على دماغكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. الله، عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه؟ طبعا، حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب.
هينوب كل واحد مننا كام يا صاحب جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزه خلصت. صحيحكم مشغول. الله يرحمك يا ابو الغطريفي. صحيتنا ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا اتبعنا. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه مليون جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي. إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد. إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي. وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا يا ونطة. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مجلس الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبه ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العمليه دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطره ولا حاجه. وحتى لو كانت خطره، خطره عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! إيه يا متولي؟ أنت عملت إيه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وفين الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني العلم عند الله. ده مسك دفتر مقبلي من هيني ولا هتقول الواد شعبان من هيني؟ تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتقسم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. الابادي بيقول كده وانت مسؤوليتك البهايم. طب مش لما تيجوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شغلك. اللي بيحصل ده ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو.
شعبان. مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. تعالى. شاي ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. تعالى. دي فيها اربع ايام خاص، الميت تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها الحكاية جد مش هزار. الله، مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟ طب مش تسأل الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين لو مؤاخذة يعني؟ انا فريد الغطريفي. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو وإخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. انت اللي استوليت على ثروه ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس، 6 مليون جنيه. طيب ثانيه واحده، اروح اعبيهم لك في الشنطه واجيبهم لك. ولا اقول لك اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في الشنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقه، انا هكون عملي معاك. ثروة أبويا كاملة أنا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة أنا يكفيني 1,000,000 جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. إيه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بينه وبينه. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. أنا برضو اللي اختشوا ماتوا. أنت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت أنت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1,000,000 جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه، بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. مفيش سلام عليكم. مفيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. يلا يا بنتي، احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي ابتسمي، في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريه. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنايل على عيني العمر كله. ما خلاص ياما، وافقت لكم على العريس المداح والمداح، كل لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه، الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول.
البائع البائع ادعى الجواز 300,000 جنيه عند التوقيع مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شات ونصاب، وانت كمان نصاب، وانا انت قوم من هنا، يلا يا حبيبي، يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان، قوم انت قوم من هنا، قوم يا حرامية، يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا، يلا ما تنحش معايا، انت رايح فين؟ ما تنحش، يلا اتفضلوا مع السلامة، يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معانا حضرتك. اتفضل معاكوا فين خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. بالقبض عليا أنا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم أنت راخ؟ استنى لما أشوف إيه الحكاية. في إيه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجة في النيابة. نيابة؟ نيابة إيه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابة إيه يا عبد الجواد؟ أنت ما بتشوفش حاجة ساعة ليه طيب؟ نيابة إيه؟ حاضر عن المتهم. يا سيدي استنى لما اشوف المصيبه الاول وبعدين بقول. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. اتفضل. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه طبعا فريد الغطريفي. افتح المحضر. معاك بطاقه؟ طبعا معايا بطاقه، ما همشي من غير بطاقه يعني. وبالاطلاع على البطاقه اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، مواليد الإسكندرية قسم محرم بيه، وعلى هذا الأساس قررنا حبسه 4 أيام لحين. حبس 4 أيام؟ حبس 4 أيام ده إيه؟ يعني كده هو اللي إحم ولا دستور؟ مش هعرف إيه الحكاية الأول. جرايه فريد، 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا إحنا نسينا؟ الله، تنسوا إيه وأنسى إيه يعني؟ أنا مش فاهم حاجة. في حكم غيابي صادر ضدك بالإعدام. إعدام؟ 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 إعدام اللي هو يعني تحب أفكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصة اللي قتلتها؟ نوال. نوال؟ أنا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ وإعدام إيه بيه؟ أنا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاهل النبي تتنيل وتسكت، بقول لك إعدام ورقاصة، تقول لي متهم؟ بتعمل إيه بيه؟ أفندم خدها شويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل يا بكام. اوعى ايه؟ ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو بطل. اتفضل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المنتهى. ادخل دخلك على اخوك. هو ده اللي انت فارق فيه. محمد عز المحامي. هنشتغلوا هنشتغلوا محبابي عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان الزلقه نفسه هيروح فيها. هتبلغ علينا شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. زيقة الرقاصة بقى تبقوا عارفين انه قاتل رقاصة وتغنزوني فيها؟ ما يهمكش جمد قلبي. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجة، المحامي عامل معاضدة وهيعلم محاكمتك تاني. محاكمتي تهمة ايه؟ تهمة قتل الرقاصة؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا عارفها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغاية امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال لي جدع واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد؟ انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو. حال هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟
الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحاج. يا سعاده البيت، انا عمري ما كنت فريق، انا شعبان واد غلبان تافه من عامه الشعب، ما اعرفش حاجه. اقفل ازاي ده؟ انا ما اعرفش اتفرج على فرقه مذبوحه. جم قالوا لي اعمل فريق عشان خاطر حكايه الورث والفلوس، انما انا شعبان. وجاي واحد بدقني كده هو فريق الغطريفي، انا عمري ما كنت فريق، انا شعبان. ما تقول يا عم جواد. لا حول الله يا رب. اقول له اقول له اللي انا شعبان، تقول لي لا حول الله يا رب. قولوا لي يا ست الرمال، قولوا لي يا الامين. اهدى يا فريد، مش كده، اهدى. فريد مين؟ تقول لك انا شعب مجاوري. قول له يا مجاوري يا امين، قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه، قول لهم بقى انا امين. يا رب يا انت حيم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت؟ اسمع يا فريد، احنا واخدين على الاونطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خد اشاويش على الحجز. حجز ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوان. انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوان، حرام عليكم. لا مؤاخذة يا شويش، أنا عايز أروح دورة المية. وده وقته؟ أمال وقته إمتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز أروح. اتفضل يا سيدي. زينب انا واقع في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس، حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حته دين ورطه. ايه ورطه معاك؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها، ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه. ايه ده؟ امال فين القفل كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلو أوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي. أوضتك إزاي؟ أنا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها إزاي بقى؟ طب وحاجة اللي جوه؟ هتتضايق يا ست شعبان، حاطط قفل على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي أنا مش لسه مأجر الأوضة لغاية دلوقتي؟ مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو أنت وزارة الإسكان؟ مصلحة الهواي العاجل؟ أنت مالك؟ نكملة لما تململك، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك اركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجات إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بعتهم للتعرب بيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما، يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي عاد بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أبو كراكيب؟ تعال تعال. شعبان 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 يا ابني، انت مولود من زمان قوي.
من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل المولود بعديك ب 100 سنة. صفحتك مش موجودة ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. معلش هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي. بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه انت بتسال ايه؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس مالكش عندنا اوراق. انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطة اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى كرافطة شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم. انت اصلك ما بتبصش في المراية. بص في المراية حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك. انت احلى من ترافولتا. انت بتقول ايه؟ طب مع السلامة. يلا يا حبيبي الطار مفيش فايدة يا فندم. ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش يلا مع الف سلامة. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافاتة دي زي النيلة وانت لا ترافولتا ولا حاجة. انت برضه بيخوفوا بيه العيال. ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش. ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ وانا كان ليا حد. ليا؟ ايه؟ خالته نفيسه. نفيسه ماتت. نفيسه ماتت. عاشت 92 سنة ما تموتش الا النهارده. تعالي. عالم يا هو اثبت ازاي ان انا شعبان؟ حاجه بقت تحير. اللي ما سابولك ورقه واحده تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينب. اخصى عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت. انا حاسس ان انا تايه. زينب. ايه؟ انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا، ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه شعبان دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك في السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جنبك؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت مع السلامه وانا هتصرف. يلا زينب يعني يلا. في يلا مع السلامة. أنا هتصرف عشان ما يقلقوش عليك في البيت. طب مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينب. مع السلامة. معلش يا اخوانا هتضيفوني الليلة دي. مش عايزكم تتضايقوا. ما تعملوش تكليف. والله أنا بحسدكم على اللي أنتوا فيه. ولا على بالكم حاجة. واكلين واكلين. الاكل يجي لكم لغايه عندكم. مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع. والمكان اي حته تناموا فيها. مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقه اربع اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان. كنت عايش كويس. انت اللي جبت راحتك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخش جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. فين يا زينب؟ واحده صاحبتي ياما في المستشفى راح اودي لها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي؟ اه قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك طولي بالك عليك. يا اختي خيالتيني انت الاخرى. خد ابنك وخشي جوه. يا اختي قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان مين؟ زينب. ايه؟ اتخضيتك؟ لا ابدا يا زينب.
ايه اللي جابه دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه، انا لو كلفتك بحاجه خطيره تعمليها؟ انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجه في الدنيا يا شعبان، اروح في 60 داهيه. طيب انا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر، هقول لك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيها يا شعبان؟ هتنفعنا في الحوسه اللي احنا فيها دي يا زينب. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس يا زينب. قومي روحي انت دلوقتي، قومي. مش عايزه اسيبك. انا كمان يا زينب. ما نجيب القبله في الحوسه اللي احنا محتاسينها فيه. يا شعبان يلا. الله، مش الصوره دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان يا جدع. انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي اسال الحكومه؟ الحكومة تعرف أكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ مدام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل إيه؟ ده قتل واحدة رقاصة. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب إنه كان معايا إمبارح. وقال إيه؟ بيسأل على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجال، فريد اللي قتل الرقاصة. امسك يا ولد، اجري يا ولد، علق عليه. انا هقول لكم، كل حاجة. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم. الكلام ده كله قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه. طيب عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه. قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. الله، بقى تضحك علينا المدة دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الصورات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهسك واشدك من كرافتي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجرنان ايه؟ الجرنان هيكذب. ايوه يا حضرة الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك. ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل. يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش نفسك في داهيه، ده مجرم يا اخويا. انا شعبان. يلا خدوها على البوليس. انت فريد قتل الرقاصة. انا شعبان. يلا خدوها على البوليس. الفاليرو للحلويات الفاخرة. الفاليرو. قريت المكتوب في الجرنان؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. نصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك وعرفك؟ طمن، لغاية ما اسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود.
الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة. وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجرنان وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناه على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت. والجرنان بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيت. ما كانش بيدفع أجرة أبدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. أمي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد وديني في داهية، علشان أمي قالت لك مالكيش دعوة بحاجة. إيه؟ وأنا مش عارف إن كنت رمضان ولا شعبان، وأنا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة الأرض، الله نسيك، إحنا ورانا عيال، مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله أعلم. انت هتلا سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي. ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري. يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية. تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان. انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو قاصد ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل برص؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما هو امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثة ما بيكذب. أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين. هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. انا ماليش دعوه، انا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شوي وهم لهفوا شوي، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني بس. قالت لي انا مهتم. اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده. كان عايز يتنصص معايا. انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيه. وعلى راي شاعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار. وانا حمار، انا حمار يا اخوانا، انا حمار. سرقوا الصندوق يا محمد، وانا حمار يا بيه. سيد الرئيس، واضح ان موكلي مصاب بلوثه، فارجو تحويله الى مستشفى الامراض العقليه للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك. يوسف، يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ بقالنا 3 ايام بندور. الفلوس لازم تكون هنا. بنك مفيش، يبقى لازم تكون هنا. مرتبة؟ احنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاح لازم يكون شايل فلوس في المرتبة. ايه
الشنطة وعبي. انت عايزه هناك الاسم؟ انا عبد الجواد به الغطريفي. لا والسماح فاضل معنا الاسم اللي انت عايزه يقوله هناك. طب نفضل معنا؟ تفضل. ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان مين يا شبه؟ انا فريد الغطريفي. تجننت ولا ايه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هما ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكله اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب وتخش السجن سنتين تلاتة ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني احلى ادهن ايه؟ طيب. مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينة. سلامة، خلي بالك من نفسك. امان عليك يا زينب، كل مغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اسكريني. ايه زي فتح حمامة بالظبط. وانا زي عمال حمص. مع السلامة. مع السلامة يا زينب.